اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده عن الابراج، والنهارده هنتكلم عن مفتاح قلب كل برج من الابراج. معلش يا جماعه، اصل انا ابني عمال يبص في الكلب تحت رجلي والحب مولع في الدوره فجاه كده تحت رجلي، مش فاهمه ايه اللي بيحصل، عمال يطلع من تحت رجلي. طيب هنتكلم النهارده عن ازاي تقدر تكسب قلب كل برج من الابراج عن طريق ان انت تبقى عارف برجه، عارف هو، هتعرف هو بيحب ايه. هنقسمهم لمجموعتين دلوقتي. هنتكلم عن المجموعة الاولى اللي هو من اول برج الحمل اللي هو اول برج لحد برج العذراء، بعد كده هنتكلم من الميزان لحد الحوت. مش هعرف اعملهم كلهم في فيديو واحد عشان الفيديو بيكون طويل جدا. طيب اول حاجة لازم نعرفها ان مفتاح برج كل برج ليه كده مفتاح وطريقة تعامل معينة وحاجات معينة حركات معينة. لو انت عملتها فانت كده بتجذب مولود البرج ده او بتعرف ازاي تشده، اوكي؟ فالحاجات دي هنقول صفه او صفاتين تشد بيها مولود كل برج. خلونا نبتدي اول حاجه من برج الحمل الناري. برج الحمل يا جماعه مفتاح قلبه هو ان انت تهتم بيه. برج الحمل من الابراج الناريه اللي شايف نفسه وحاسس بقيمه نفسه، فبيحب الاهتمام. يعني هو بيحب الاهتمام سواء بيه او بنفسك، يعني لازم تهتم بنفسك وبشكلك وبلبسك وبالواناتك. هم بيحبوا الناس الشيك كده، الناس الاليجنت، الناس اللي بتعرف تلبس، الناس اللي شكلها حلو. هم بينجذبوا للشكل شويه، فبالتالي بينبهروا قوي بالمظاهر شويه. بيحبوا الناس اللي بتعرف تلبس كويس، اوكي؟ وكمان تكون شخص كريم. الحمل بيحب الشخص الكريم في مشاعره والكريم في صرفه، هو كريم ما بيحبش الناس البخيله. واياك تكون شخص بارد او بطيء او مستفز، لان الحمل بيكره الناس البارده المستفزه البطيئه. هو على طول مستعجل، على طول هو ملول بيزهق، فلازم تكون متجدد شويه لان هو بيزهق بسرعه وبيمل بسرعه ومودي جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على برج الثور اللي انا بحبه جدا جدا من الابراج المقربه الى قلبي. طيب برج الثور من الابراج الترابيه، يعني داون تو ايرث. الثور بيحب الاستقرار، بيحب العلاقات المستقره، بيحب العلاقات الهاديه، بيحب الحاجات الطويله الماده. فلازم تخليه يثق فيك، لازم يحس بالنسبه من ناحيتك بالامان والثقه، ان هو واثق فيك، ان هو عارف يتعامل معاك، ان هو حاسس بقدره ان انت بتعرف تشده، بتعرف تتكلم معاه. الثور كمان من الابراج اللي دايما شكاك، فدايما عايز يحس ان هو خلاص ادالك كل الثقه، فبالتالي يتعامل معاك بطريقه كويسه. فهيفضل يختبرك كتير جدا ويشوفك ويشوف التعامل ازاي ويشوف انت بتفكر ازاي. كمان اياك والكذب على برج الثور. الثور بيكره الكذب، بيكره الناس الكذابين. فبالتالي لو انت كذبت على برج الثور او حورت عليه او لفيت ودورت عليه، اذا في علاقتك خلاص فيه تعتبر شبه انتهت. فبالتالي حذر ان انت تعمل كده مع برج الثور. كمان برج الثور من الابراج اللي ما بيحبش تغيير كتير، فبالتالي خليك راسي شويه وخليك تقيل. هو تقيل، بيحب الناس التقيله، ما بيحبش الناس المهووسه المجانين، لا هو بيحب الناس الراسيه التقيله الثابته الهاديه. كمان برج الثور من الابراج اللي شيك جدا، اللي بيهتم باللبس وبيهتم بشكله، فبالتالي لازم يبقى شكلك اليجنت. هو اصلا من الابراج كمان السكشوالي اورينتد، يعني ابراج اللي بيشدها المظهر والشكل، فلازم يبقى شكلك حلو، لبسك حلو، ريحتك حلوه، بيهتم وبيدقق في التفاصيل جدا جدا. كمان لازم تكون شخص طموح وشخصيتك قويه، لان الحمل وكمان الثور بيحبوا الابراج اللي شخصيتهم قويه، اللي عندهم حضور، اللي عندهم واثقين في نفسهم جدا جدا. فانت لو ثقتك مهزوزه قدام برج الثور، اعرف ان انت مش هتعرف تشده اطلاقا. ندخل بعد كده على برج الجوزاء. برج الجوزاء بيحبوا الناس بقى المنطلقين المتحمسين اللي بيجروا بيتنططوا وبيتشقلبوا. يعني خليك شخص انرجيتك كده، مليان طاقه، مليان حيويه، منتعش، مبسوط. هو بيحب الانبساط وبيحب التحرك وبيحب السفر وبيحب الاكل جدا جدا، زي الثور. الثور بيحب الاكل. الجوزاء عزمه على الاكل حلو، وديه اماكن فخمه، وبيحب الفشخره والحاجات دي. وكمان الثور على فكره يحب الهدايا الفخمه والهدايا الشيك الاليجنت. الجوزاء بقى عزمه على اكل في مطاعم فخمه، هيحبك جدا جدا. واياك ان انت تكبت حريته، او اياك ان انت تمسك فيه، او تحاول ان انت ما تخليهوش ينطلق وما وتقفل عليه، لان هو بيحب الانطلاق، بيحب الخروج، بيحب الحياه. فاياك تقفل عليه او تحاول ان انت تغلق عليه، بالعكس انطلق معاه، هيحبك جدا جدا. وخليك open minded معاه، وبلاش تبقى متحفظ. ندخل بعد كده على برج قولوا يا جماعه الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. ندخل بعد كده على برج على برج السرطان. السرطان اديله حب، اديله اهتمام، اديله كلام حلو، اديله رومانسيه. السرطان من الابراج اللي بتاع اعتماديه على غيرها، ان هي تستمد منه طاقه الحب وتستمد منه حب الحياه. هو بيحب دايما الحب وبيحب الكلام الحلو، بيحب الرومانسيه وبيحب. Sorry guys, I'm gonna do something.
فالسرطان هيهتم بيك جدا، وهو كمان هيبقى مستنيك تهتم بيه وتديله الاهتمام اللي هو محتاجه منك. كمان اياك تحرج برج السرطان قدام حد، لان هو من الابراج اللي بيخاف على منظرها جدا، وما بيحبش حد يحرجه، وبيحب يعني 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 كرامته بتنقح عليه شويه، وحساس جدا. فولا تنتقده ولا تنتقد اهله ولا تيجي ناحيه اهله في اي حاجه قدام العامه، بالعكس اهتم بيه واديله حب واهتمام ورعايه. وما بيحبش الناس الجلياطه القليله الذوق اللي ما عندهمش ذوق، فخليك شخص ذوق كده عشان يبدا يعجب بيك ويحبك. بعد كده ندخل على برج الاسد. برج الاسد اديله الايجو بتاعه، اديله البرستيج بتاعه. برج الاسد اديله البرستيج بتاعه، اديله الايجو بتاعه، حسسه ان هو مهم بالنسبه لك، حسسه بقيمته، حسسه باهميته، اديله البرستيج بتاعه، اتكلم عنه كويس، جيب له هدايا شيك وفخمه، اهتم بشكلك ولبسك، لان برج الاسد من الابراج الشيك قوي اللي بيهتم بشكله وباناقته وبلبسه. كمان خليك شخص ناجح، خليك شخص واثق في نفسك، خليك شخص كده شخصيه، لان برج الاسد ما بينجذبش للشخصيه الضعيفه، لازم تكون شخصيتك قويه. خليك دمك خفيف، اهتم بالايجو بتاعه، تديله لا ثواني، مع عمر ما خلص، فلازم تديله البرستيج بتاعه، ما تحرجوش قدام حد وما تقللش منه قدام حد. عايزه اقول لكم حاجه عمر. You guys make sure you watch my videos. I only did two of them, but I'll make more later because I know what videos to make next. It's Omar and I. A Sonic is a profile. I'll make sure you change it later. Bye. اوكي، فلازم تحافظ على علاقتك مع برج الاسد، تبقى شخصيه قويه، تبقى طموح، عارف انت بتقول ايه، تبقى هادي، بس تقيل. الاسد بيحب الناس تقيله. ندخل بعد كده على برج العذراء. برج العذراء لازم تكون شخص طموح ناجح، عارف انت عايز ايه، عارف انت رايح فين، لازم تكون انرجيتك، لازم تكون مهتم بشكلك، مهتم بنظافتك الشخصيه، حط 60 خط تحت نظافتك الشخصيه، واثق في نفسك، شخصيه قويه، شخصيه قياديه. العذراء بيحب الشخصيه القياديه كده، لازم تحسسه ان انت اقوى منه، لان العذراء شخصيه قويه، فلو حس ان هو راكبك او ان هو اقوى منك مش هينجذب ليك. لازم تكون صادق، طيب، كريم، هو العذراء كريم، بيحب الناس الكريمه. لازم تكون من الاشخاص اللي عندك مصداقيه، يعني لازم العذراء يثق فيك، لان هو زي الطور من الابراج الترابيه اللي بيحب الثقه، بيحب العلاقات الطويله، بيحب لازم يثق فيك عشان يبدا يبقى اوبن معاك، فيبقى حاسس بامان في العلاقه وحاسس بثقه، ساعتها هينطلق معاك ويبقى شخصيه تانية. العذراء خجول، فانت لو كسرت حته الخجل هتلاقي قدامك شخصيه تانية خالص خالص خالص. قولوا لي يا جماعه ايه هو مفتاح قلبك وانت برج ايه، واكتبوا لي تحت في التعليقات. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. قولوا لي كل واحد يقول لي هو برج ايه ومفتاح قلبه ايه. استنوا الجزء الثاني من اول الميزان لحد برج العقرب، وهنكمل العذراء لان لازم انزل حالا. باي باي، مع السلامه. سلام.